دلالة المعاناة الخدمية تتضح عبر الطريق المؤدي للقضاء الذي غابت عنه شركات الإعمار منذ تحريره خلال الحرب العراقية الإيرانية. حالما فتحت كاميرا التغيير عدستها انفجرت أحرف أهالي الفاو للحديث أولا عن طريق الموت الرابط مع مركز مدينة البصرة، إضافة إلى تساؤل سبب إهمال القضاء بدليل الإبقاء على إكساء الشوارع منذ 3 عقود من الزمن. يا طريق الفاو سايد واحد راحت فيه آلاف العالم، يعني كنا قبل نشكي من البحر كان العالم تموت بالبحر، هسه لا تشكي من طريق الفاو. طريق الفاو يعني بمعاناة هواي، يعني والله لحد الان يعني من جت الحكومه لحد الان طريق الفاو سايد واحد، هذا ما حد اجى اي ما حد اجى سوى. والله رسالتي للحكومه يعني انا حكيت وغيري حكي، بس ظهر الحكومه ما تجيب هاي الشغله، ما تسمع لان قاعد تشتغل على اللي يصرفهم مبين هو، لان الشغل بعد انا اقول لك مو عميان، يعني انا قاعد نجيب الوضعيه، يعني اجل شغلات ما جاي عجونا، يعني مجرد ان يجيبون مشاريع فاش ليش يشتغلون بهم. وكما استعرض الاهالي دلالات الاهمال الخدمي في قضاء الفاو، يتألم الصياد العراقي كاشفا عن دلائل انعدام السيادة في أعالي البحار، اعتداءات متكررة من قبل خفر السواحل للدول المجاورة دون موقف يحفظ هيبة العراق أمام تلك الدول والحديث لهم. قبل كانت النقليمية نطبيها على الكويت نطبيها على إيران ذاك الزمان، هسه لا ما نقدر، هسه محاربة من كتيل من أذية، بسط يبسطون البحار يعني يأذوني، يأخذون غزلة ياخذون البحريه اللي بيه يسجنونهم، يجي هنا هم نفس الشيء هم راح ينسجن. بس مو صياد يجي على باب الله ياخذونه؟ ما متجاوز هو، ما متجاوز، تجاوزوا عليه. اي تجاوزوا عليه اخذوه، صدره حلال كله. هاي تروح لايران يكظونك، تروح للكويت يكظونك، انا كذا ست اشهر دفعنا فلوس شدوا وطلعوا. غادرنا الفاو برسالة شعبية مفادها بأن هذا القضاء تابع للعراق، فمن حق أبنائه العمل في مشروع إنشاء مينائه الكبير قبل استقطاب أبناء المحافظات الأخرى، كما يحق لصياديه التمتع بثروته المائية دون اعتداءات دولية كما يحصل لهم منذ عام 2003 وحتى الآن. القضاء على ما هو عليه، الطريق المؤدي إليه يسمى بطريق الموت، والخدمات هنا تنعدم كما ذكر المواطنون، إضافة إلى انعدام حماية الصيادين في أعالي البحار. من قضاء الفاو أركان تقي، قناة التغيير.